مرحبا بحضراتكم. لم تلقي الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها فقط على الأوضاع السياسية والاقتصادية عالميا، بل امتدت إلى السياسات الدفاعية للدول، ما أدى لانتهاج بعض الدول الأوروبية استراتيجيات دفاعية جديدة، إضافة إلى تكثيف دول أخرى جهودها على زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز قدرات جيوشها على مدار الأعوام الماضية، ما أدخل العالم في سباق محتدم بشأن التسلح التقليدي. لماذا إذن يشهد العالم أكبر إنفاق دفاعي منذ 2009؟ موضوع مطروح للنقاش. بعد عقود من انصراف اهتمام أغلب دول العالم عن تسليح جيوشها والإنفاق على الصناعات الدفاعية، جاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين الغرب وروسيا من جانب والولايات المتحدة والصين من جانب آخر لتغير استراتيجيات وأولويات بعض الدول من حالة الجمود العسكري إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، ولتدفع دولا أخرى لإقرار ميزانيات دفاعية ضخمة، ما يزيد من المخاوف الدولية من حدة سباق التسلح بين كبرى الدول. الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 من فبراير 2022 كانت في مقدمة العوامل التي أدت إلى ارتفاع ميزانيات تسليح الجيوش، حتى وصل الإنفاق العسكري دوليا لمستوى مرتفع جديد في العام الماضي للمرة التاسعة على التوالي، وبلغ نحو 2.44 تريليون دولار. تعد هذه الزيادة هي الأكبر على أساس سنوي منذ عام 2009. أكبر 10 منفقين على التسلح التقليدي قاموا بزيادة إنفاقهم بشكل أكبر خلال العامين الماضيين في ضوء التوترات الحالية التي شملت مناطق بأوروبا وآسيا وأيضا أفريقيا، وظلت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على الصناعات العسكرية، وبلغ حجم إنفاقها العسكري 916 مليار دولار، ما يعني أنها تمثل وحدها أكثر من ثلث الإنفاق العالمي ونحو 3 أضعاف ما تنفقه الصين. يبدو أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين تمتد إلى التسلح العسكري، حيث تأتي الصين في المركز الثاني عالمياً من حيث التسلح التقليدي، وأنفقت بكين نحو 296 مليار دولار لرفع كفاءة الجيش الصيني، ما يمثل نسبة 12% من حجم الإنفاق الدفاعي دولياً، خاصة أن تصريحات المسؤولين الصينيين خلال الفترة الماضية أكدت على ضرورة رفع قدرات القوات المسلحة لمواجهة أي تهديدات محتملة أمام بلادهم. روسيا جاءت في المركز الثالث عالمياً من حيث رفع ميزانيتها العسكرية، وبلغ الإنفاق العسكري في روسيا نحو 109 مليارات دولار في العام الماضي، وتقدر الزيادة بنسبة 24% مقارنة بعام 2022 بهدف تعزيز تسليح قوتها التي تخوض معارك شرسة في شرق أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وكرسالة واضحة إلى الغرب على قدرتها لخوض أي مواجهة مسلحة محتملة مع حلف الناتو. رغم تراجع الميزانيات العسكرية لدول أوروبا في أعقاب الحرب الباردة في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها لحقت سريعاً بسباق التسلح التقليدي الراهن، خاصة أن الحرب في أوكرانيا أثارت الكثير من المخاوف من عواقب تمدد النفوذ الروسي في القارة الأوروبية لتزيد نفقات الدفاع العسكري في أوروبا بنسبة 16% بين عامي 2022-2023. ألمانيا تعد نموذجاً في تغيير دول أوروبا لاستراتيجيتها الدفاعية جراء الصراع الروسي الأوكراني. وصلت ألمانيا للمركز السابع بين الدول الأعلى إنفاقاً على التسلح في العام الماضي، وبلغت نسبة الإنفاق العسكري نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتحمل هذه المتغيرات في المعادلة الدفاعية والعسكرية دولياً الكثير من المؤشرات التي تؤكد على تصاعد التوترات السياسية في ظل حالة استقطاب عالمي غير مسبوق. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине.
نبدأ نقاشنا إذن. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، وينضم إلينا من واشنطن هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، وينضم إلينا من دبي إلهام لي، الباحث في العلوم السياسية، وأخيرا من نيويورك رينا سوكرمان، الباحثة المتخصصة في الشؤون الدولية. مرحبا بكم جميعا ضيوف الكرام في هذا النقاش. إذن حديثنا حول الإنفاق العسكري المتزايد خلال السنوات الماضية، واللي يمكن أكبر إنفاق عسكري منذ عام 2009. أبدأ من القاهرة مع الدكتور أحمد سيد أحمد. دكتور، إذن التقرير اللي أشار إليه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أشار إلى أنه الإنفاق العسكري العالمي وصل لمستويات مرتفعة غير مسبوقة في العام الماضي، كما ذكرنا في العرض منذ قليل 2 تريليون و440 مليار دولار، أرقام بتتجاوز عام 2022. لماذا في رأيك كل هذا الإنفاق الدفاعي؟ تحياتي لك إيمان ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام، وتحياتي أيضا لضيوفك الكرام. في الواقع أن هناك عدة أسباب وراء هذا التزايد الكبير في الإنفاق العسكري العالمي، خاصة عندما نتأمل أن الدول الكبرى مثل أمريكا والصين والهند وروسيا تستحوذ على النصيب الأكبر من هذا الإنفاق العسكري. هناك عدة عوامل في اعتقادي. العامل الأول هو عسكرة العلاقات الدولية، يعني هناك حالة من الاستقطاب الدولي غير المسبوقة التي تزايدت في السنوات الأخيرة ما بين القوى الكبرى، أمريكا من ناحية ومعها معسكرها الغربي وحلفائها، وبين الصين وروسيا وأيضا وحلفائها من ناحية أخرى. هذا الاستقطاب العالمي والصراع على النظام الدولي دفع هذه الدول إلى تزايد الإنفاق العسكري. فأنا في اعتقادي العامل الثاني الأهم هو أيضا انتشار وتزايد عدد الصراعات والحروب في العالم، يعني الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، هناك أيضا حروب في الشرق الأوسط، رأينا أيضا حرب غزة والعدوان على غزة، هناك صراعات حروب أهلية، هناك حالة من التوترات خاصة فيما يتعلق بالصين وتايوان، وهذا الحراب وهذا الصراع وارتفاع منسوب التوتر في العلاقات الدولية بيشي أن هناك حالة من العسكرة وهناك حالة من التوجه إلى زيادة الإنفاق العسكري، لدرجة حتى أن الدول التي كانت دائما تقليديا تلتزم بالسياسات الدفاعية مثل ألمانيا واليابان خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وجدناها تتخلى عن هذه وتتبنى سياسات دفاعية وتتبنى موازنات عسكرية ضخمة. اليابان تبنت إنفاق عسكري بقيمة 300 مليار دولار حتى في خلال السنوات الخمس القادمة. ألمانيا أيضا تبنت ميزانية دفاعية تزيد على 100 مليار يورو. وبالتالي في ظل حالة الاستقطاب الدولي خاصة في شرق أوروبا وفي منطقة آسيا وفي الشرق الأوسط وهي البؤر الثلاثة الملتهبة حقيقة، يبرز هذا الإنفاق العسكري سواء على المستوى النوعي، يعني فيما يتعلق بالإنفاق على تطوير أسلحة استراتيجية متطورة من طائرات من صواريخ باليستية عبر القارات، من تطوير الصين على سبيل المثال في إطار سعيها لامتلاك القوة الشاملة ومنافساتها على النظام الدولي والتحول إلى التعدية القطبية. بدأت هي ثانوي أكبر قوة اقتصادية، بدأت تترجم القوى الاقتصادية والقوى السياسية كعضو في مجلس الأمن ومتشابكة في الكثير من المناطق أو الأزمات الدولية تترجمها في القوى العسكرية، ولهذا شهدنا الصين خلال العام الماضي 23 و22 وقبله 21 تشهد إنفاق عسكري غير مسبوق بمعدلات، تمتلك حاملات طائرات، تمتلك أسلحة فرط صوتية. وبالتالي في ظل هذه الأجواء العالمية، حالة استقطاب العالمي، تزايد الصراعات الدولية سواء بين الدول كما رأينا بين روسيا وأوكرانيا أو الحروب الأهلية أو تزايد التوترات والمناطق الساخنة كما رأينا في بين تايوان، أيضا دول مثل أستراليا واتفاقية أوكوس وتوجه هذه الدول للإنفاق العسكري، كل هذا بيشير أننا نعيش حالة من الاضطراب في العلاقات الدولية انعكست، وغياب يعني ما يسمى الأمن والسلم العالميين وتصاعد مفهوم يعني التهديدات العالمية. كل هذه التهديدات ومصادر التهديد إضافة طبعا إلى الدور الأمريكي في اعتقادي في عسكرة العلاقات الدولية واستخدام ما يسمى الفزاعات الدولية. نعم. استخدام الروسوفوبيا كفزاعة لتهديد طيب. أوروبا هذه النقطة سأتوقف عندها دكتور لاحقا، ولكن أذهب إلى واشنطن مع هينو كلينك. سيد هينو، الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر إنفاقا على التسليح التقليدي بقيمة 916 مليار دولار خلال العام الماضي. الدعم الأمريكي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا ومن بعدها إسرائيل، هل هذه أسباب دفعتها لزيادة هذا الإنفاق؟
شكرا جزيلا في البداية على إتاحة هذه الفرصة للمساهمة معكم في جلسة النقاش الهام للغاية، لأن هذا الموضوع له أهمية كبيرة. وأتفق مع ما ذكره زميلي السابق، هناك الكثير من العوامل الدولية التي أدت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. وأود أيضا أن يمكن أن نلقي نظرة قريبة على الإنفاق العسكري الأمريكي، حيث أن هناك كثير من الإنفاق والتغيرات على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بالتضخم وغيرها من تكاليف التصنيع العسكري. أيضا كل هذا يملي علينا ويشير إلى أن هناك حاجة بالفعل إلى زيادة الموازنة الدفاعية لعدد من الدول. وأيضا الأمر يتعلق بالحرب الأوكرانية. وأيضا في الألفينات لقد رأينا هناك زيادة من جانب وزارة الدفاع الصينية على الأمور الدفاعية. وأيضا كثير من الدول في منطقة الهند بدأت فيها الإنفاق المتزايد على القدرات العسكرية من أجل بسبب زيادة المخاوف والتهديدات بسبب العدوان الصيني والتحرشات الصينية أيضا. وأيضا الكثير من التفاعلات الصينية في المنطقة مما حثهم على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير وفعال. وقد رأينا مدى تأثير ذلك على كثير من الدول في آسيا وغيرها حول العالم بسبب الحاجة إلى ضمان الدفاع ضد التهديدات الصينية. أوروبا على سبيل المثال وزيادة الموازنة الدفاعية كان هذا بسبب دعوة. أيضا كما رأينا الرئيس ترامب في عهد ترامب قام بطلب الحلفاء الأوروبيين بالإنفاق المتزايد. وحضرتك تتحدث الآن، نتابع الهواء مباشرة من وارسو قاعدة عسكرية في بولندا لحلف الناتو. بيقوم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بزيارتها، ويصحبه الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ في ربما تفقد لهذه القاعدة في بولندا التابعة لحلف الناتو. طبعا هذا يأتي في إطار ما نتحدث عنه أيضا بشأن التسليح والتخوفات جراء الحرب الروسية الأوكرانية تحديدا، والدور الذي يقوم به أو الدور المحوري لحلف الناتو في هذه المنطقة، وتحديدا الدول المجاورة لأوكرانيا كبولندا. أعود إليك مرة أخرى سيد هينو لو تكمل فكرتك. شكرا جزيلا. حسنا، أود أن أؤكد مرة أخرى أن إنفاق الحلف الناتو كان متأخرا بعض الشيء، ولكن الحرب في أوكرانيا كان دافعا وأحد العوامل الأساسية لدفع الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة إلى مزيد من الإنفاق الدفاعي من أجل أن يكون هناك مخصصات دفاعية، حيث أن الحرب الباردة انتهت وهناك حاجة للاستثمار الأكبر في القطاعات الدفاعية. أيضا ألمانيا زادت من موازنتها الدفاعية بشكل ملحوظ، وهذا أمرا معروف. ألمانيا أيضا كانت متلكئة في هذا المجال، وبعض الدول الأخرى مثل بولندا كما ذكرتم قامت بالوفاء بمعدل وهدف 2% من الزيادة في الإنفاق الدفاعي. وأيضا الكثير من الدول الأعضاء لا زالوا ينفقون بشكل متزايد على الإنفاق الدفاعي، وهناك بعض الدول التي لا زالت تلتزم بالحد الأدنى فقط. ونعم، في النهاية أود أن أقول أن الحرب الأوكرانية كان دافعا لكثير من الدول على الإنفاق المتزايد على الموازنة الدفاعية بما في ذلك الولايات المتحدة. وأيضا في منطقة الهادئ كان هناك تزايدات في عدد التهديدات الصينية التي دعت إلى الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. طيب، أذهب إلى الآن السيد إلهام لي في دبي. سيد إلهام، بالنسبة للصين هي بتأتي في المركز الثاني عالميا من حيث طبعا الإنفاق على الأدوات العسكرية أو الإنفاق الدفاعي بقيمة 296 مليار دولار لرفع كفاءة جيشها، خصوصا في ظل التوترات الأخيرة الخاصة بتايوان. هل حجم الإنفاق العسكري بالصين في السنوات الأخيرة بيشير إلى ربما التخوفات من صراعات أكبر في المرحلة القادمة، خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا قبل كل شيء شكرا جزيلا للدعوة. في الحقيقة طبعا هناك مخاوف من قبل جمهورية الصين الشعبية، ليس فقط للولايات المتحدة وأيضا للحلفاء الأمريكية في منطقة آسيا الباسيفيك مثل اليابان وحتى كوريا الجنوبية، وأيضا الآن هناك حلفاء جديدة مثل الفلبين. وبالإضافة إلى ذلك، عندما نتكلم عن إنفاق الدفاع الصيني نتكلم عن الاستمرار في التزايد، وأنا أعتبر هذا شخصيا للتعويض للتخلف أو للتأخير
للإنفاق الدفاعي لحكومة الصينية وخاصة في السنوات في أواخر القرن الماضي كان هناك التخلف بشكل واضح للدفاع الصيني، وخاصة نتكلم عن في بداية القرن الحالي الصين أصبحت الاقتصاد الثاني في العالم، ولكن ما لديها ما تمتلك حاملات الطيران وحتى السفن الكبيرة الحربية، فهذا أمر عجيب جدا. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك ارتفاع مستمر وكبير للنفقات الدفاع الصينية قبل عام 2016، ولكن بعد ذلك كان هناك تباطؤ لارتفاع النفقات الدفاع الصينية، وحتى الآن هناك زيادة بنسبة قرابة من 7% سنويا. ولكن عندما تتكلم عن النسبة لإنفاق الدفاع الصيني في الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي سيكون هناك أقل من 2% فقط مقارنة ما يقارب 4% مع الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة جدا، نحن الآن دائما نرى هناك مقارنة بين نفقات الدفاع الصينية والأمريكية، ولكن في الحقيقة من الأكثر مناسبا أن نقوم بالمقارنة بين النفقات الدفاع الصينية والنفقات في دول حلف الناتو، لأن حلف الناتو الآن الحلف العسكري الوحيد في العالم للدفاع الجماعي. ولكن عندما نتكلم عن الصين أو ما يسمى بتحديد الصين، لم نرى أن هناك حليف عسكري حقيقي لجمهورية الصين الشعبية مهما كانت لروسيا أو لباكستان أو لأي دولة شريكة للصين. وبالإضافة إلى ذلك نتكلم عن النسخة الآسيوية لحلف الناتو، وهذا أكبر خطر بالنسبة لمنطقة آسيا الباسيفيك، وخاصة عندما تتكلم عن قضية تايوان، وهذا الخطر أحمر بالنسبة للحكومة الصينية. نعم، لكن حضرتك لم تشير أو لم يعني تجب عن السؤال اللي طرحته المتعلق بهل هذه إشارة إلى صراعات قادمة أكثر أو تخوفات من الصين لصراعات قادمة، لأنه السيد هنو أشار إلى بعض التحرشات الصينية في دول آسيا اللي استدعت زيادة ربما في الإنفاق. طبعا هناك إشارة، ولكن من الجانب الصيني لا أرى أن هناك إشارة للصراعات الأكبر، ولكن الصين دائما مستعدة لمواجهة الصراعات المحتملة. نعم. وخاصة مع الولايات المتحدة بشكل مباشر مثل ما كانت في بحر الصين الجنوبي أو في جزيرة تايوان الصينية. وضحت الفكرة على السؤال اللي طرحته، سأعود لحضرتك مرة أخرى من نيويورك رينا سوكرمان، أذهب إليك هذه المرة. في جانب آخر متعلق بروسيا اللي بتحتل المركز الثالث عالميا من حيث الإنفاق العسكري أيضا اللي بلغ 109 مليار دولار في العام الماضي، هذه زيادة يعني بنسبة 24% مقارنة ب 2022. هذه الدول طبعا قادرة على رفع إنفاقها العسكري، لكنها تمثل تهديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية باختلاف يعني الدرجة، درجات متفاوتة، إما روسيا تمثل تهديد أكبر أم الصين. لكن السبب الرئيسي في رفع كل هذه النسبة في رأيك سيدة إيرينا ما هو؟ حسنا، إن العامل الأساسي حيث أن السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق الدفاعي هو لتقديم الدعم إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأيضا من أجل محافظة على قوة عملياتها العسكرية الأخرى في دول أخرى. روسيا لديها تواجد عسكري في كثير من الدول حول العالم، في جورجيا على سبيل المثال، وكذلك في بعض الدول في مولدوفا، وكذلك بالإضافة إلى هذا يأتي ذلك في ظل التدريبات العسكرية والمناورات العسكرية مع دولة روسيا البيضاء، حيث أن هناك عمليات ومناورات مستمرة، فكان لزاما على روسيا أن تزيد من حجم إنفاقها الدفاعي. وأيضا يجب أن نضع في الاعتبار الشركة العسكرية الخاصة مثل فاغنر وما تلاها من شركات التي تعمل في الخدمة العسكرية الروسية بشكل غير رسمي في شكل شركة خاصة
خاصة، ولكن أيضا هذا يتطلب زيادة الإنفاق الدفاعي، فبالتالي روسيا تحاول زيادة تواجدها في أفريقيا وعدد من المناطق حول العالم. من خلال هذه الأسباب وهذه الأسس كانت تحتاج في زيادة الإنفاق الدفاعي للحفاظ على مصالحها الدفاعية وأيضا للحفاظ على قوتها العسكرية على الكثير من المستويات الكبيرة. ولكن في ظل هذه العقوبات اقتصادها تأثر بشكل بالغ بسبب انقطاع التعاون مع عدد من الدول وأيضا عدم قدرتها على تعويض هذا النقص في القطاع الاقتصادي بسبب العقوبات المفروضة عليها من دول الغرب. فبالتالي كان هناك انفاقا داخليا في روسيا لتعويض هذه الخسائر الاقتصادية، ولكن هناك حاجة أيضا للتركيز على موضوع الانفاق الدفاعي لأنه ربما يشير إلى عدد من التفاعلات. وأيضا هناك تغيرات كبيرة وملحوظة، على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي حاليا قام بفرض بعض العقوبات على روسيا في القطاع الدفاعي والعسكري، ولكن هناك كثير من العقوبات التي لم تظهر آثارها حتى الآن، حيث تأخذ وقتا طويلا حتى نرى الآثار لهذه العقوبات. فبالتالي تأثر الاقتصاد الأوروبي وتأثر الاقتصاد الروسي في نفس الوقت، ولكن هناك حاجة إلى تعويض هذا النقص بكافة السبل المتاحة. نعم، تناولنا إمكانية تأثير هذه العقوبات، ولكن لم يحدث هذا الأمر حتى الآن، ولكن ربما تكون هناك بعض القصور الاقتصادي الذي يمكن أن يؤثر على الموازنات الدفاعية لروسيا أيضا، ولكن حتى الآن نرى أن هذه العقوبات لم يكن لها التأثير المرجو أو التأثير المتوقع على الإنفاق العسكري بشكل عام. طيب دكتور أحمد، في رأي حضرتك زيادة التوسع في الإنفاق العسكري بهذا أو الإنفاق الدفاعي بهذا الحجم، هل هو يزيد التوترات في الصراعات اللي منخرطة فيها الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ يمكن السيدة إيرينا أشارت إلى الوجود الروسي في بعض الدول أيضا، ليس الوجود الأمريكي فقط، أم أنه ربما بيخلق حالة من الدفاع فقط أو حالة من الارتياح من بعض هذه الدول ويقلل من حدة الصراعات؟ أنا في اعتقادي إيمان أن حالة التوترات في العلاقات الدولية والصراعات الجيوستراتيجية والصراع الأكبر ما بين الصين وبين أمريكا وروسيا حول النظام الدولي، وكل منهما يريد أن يكون له قوة شاملة، قوة عسكرية وقوة اقتصادية، جزء من هذا التزايد الإنفاق العسكري. الجزء الآخر المتعلق به عسكرة العلاقات الدولية، يعني أمريكا دائما هي تستخدم ما يسمى استراتيجية الفزاعات، الروسوفوبيا، الفزاعة الروسية للتخويف أو تهديد أن دول أوروبا، دول حلف الناتو، شرق أوروبا، وسط وغرب أوروبا تواجه تهديدات روسية، ومن ثم ضغطت على هذه الدول إلى زيادة انفاقها العسكري. هذا أيضا خدم الجانب الأمريكي في زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية، وبالتالي هناك أهداف اقتصادية وراء أيضا افتعال هذا السباق التسلح العالمي خاصة بين القوى الكبرى. وأيضا روسيا ذات الحال، ربما الصين بدأت تسعى للانفاق العسكري لأن الصين تريد أن تكون قوة عظمى، قوة بكل مفهوم القوة الشاملة. القوة العسكرية كانت تفتقدها في السنوات الماضية، لكنها في آخر 3 سنوات بدأت تركز على هذا وتمتلك أسلحة نوعية، حاملات طائرات وغيرها. والجزء الآخر من الوجه الآخر من سباق التسلح هو غياب مفهوم الثقة في الآليات الدولية لتسوية الأزمات والصراعات الدولية. بمعنى القانون الدولي يحظر استخدام القوى العسكرية في العلاقات الدولية، مجلس الأمن الدولي غياب دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين دفع الدول إلى حالة من عدم اليقين والثقة في هذه التنظيمات لكي ترضع القوى الكبرى أو القوى المختلفة لاستخدام القوة تجاه بعضها البعض، وبالتالي بدأت كل قوة دولة تقتنع بأن دفاعها عن نفسها وإنفاقها العسكري وامتلاكها القوى السلاحة هو السبيل الأفضل والأوفر والأهم في الدفاع عن أمنها والدفاع عن ضد التهديدات الأخرى. وبالتالي غياب الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتسوية سياسية الأزمات، كل هذا خلق من عالم اليقين، ولذلك كل الصراعات الدولية الآن تتم تسويتها وإدارتها خارج مجلس الأمن، طبعا بسبب استخدام الفيتو وتورط القوى الكبرى في هذه الصراعات. يعني على سبيل المثال الأزمة الروسية الأوكرانية استبعد مجلس الأمن تماما بسبب الفيتو الروسي والأمريكي. في حرب غزة أيضا انخراط أمريكا جعل مجلس الأمن مستبعد تماما. يعني في كل الأزمات والصراعات، حتى في تايوان، في كثير من الأزمات، كل هذا جعل أن السياسات الدفاعية والاعتماد على القوة العسكرية والقوة هو السبيل لمنع التهديدات أو مجاهدة التهديدات، إضافة طبعا إلى غياب
حالة عدم اليقين وقيام أمريكا والدول الكبرى بيسمى حروب الوكالة وإسعار ويعني إثارة الحرائق في مناطق مختلفة من العالم. يعني رأينا شرق أسيا الذي كان ربما هادئ نسبيا في خلال السنوات الأخيرة الخمس الماضية، نجد اشتعالا، نجد دول مثل أستراليا اليابان تتجه إلى الانفاق العسكري، وهي دول كانت مسالمة أيضا في أوروبا، فنلندا السويد تنضم لحلف الناتو وتزيد من انفاقها العسكري. والانفاق العسكري الآن العالمي بأكثر من 2.4% من حجم الناتج العالمي، وهو أرقام ضخمة. هذا بيعني أن حالة العسكرة والتهديدات وغياب الآليات الدولية في التسوية السلمية للأزمات، كل هذا دفع إلى سباق التسلح والإنفاق العسكري. نعم، أذهب للسيد هينو وركز على النقطة اللي طرحتها دكتور أحمد، نقطة في غاية الأهمية، النقطة المتعلقة بفقدان الثقة واليقين في المؤسسات الدولية، إنه هذا عامل رئيسي في سباق التسلح اللي بنشهده الآن. الدول الآن أصبحت لا تصدق أو لا تلجأ بدرجة عالية من الثقة إلى المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالتالي كل دولة تدافع عن نفسها بالطريقة التي تراها مناسبة. ما رأيك سيد هينو؟ حسنا، هذه الحجة بالطبع قامت لقد سمعنا إليها بكل قوة. هناك بالفعل عدم موثوقية فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق موحد بشأن القضايا الرئيسية فيما يتعلق بالصراعات الدولية. أود أن أقول في هذا الشأن أن الموازنات الدفاعية تزداد لعدد من الأسباب المتنوعة التي طرحنا بعضها بالفعل وتم تناولها خلال جلسة النقاش، ولكن أيضا منذ 2021 لقد رأينا القوة الردعة وما لها من أهمية، حيث استخدمتها الصين في دفع المطالب الخاصة بها والمزاعم بمصالحها في منطقة بحر الصين الجنوبي، حيث كان هناك كثير من التفاعلات مع دولة الهند. ولقد رأينا روسيا تطلق بعض العمليات العسكرية الغير مبررة ضد دولة ذات سيادة مثل أوكرانيا، ولقد رأينا منظمة حماس الإرهابية وكيف تهاجم إسرائيل كما حدث في 7 أكتوبر من العام الماضي. إذا ما نظرنا إلى العالم أجمع الآن هناك كثير من التوترات، ونحن في حاجة إلى تناول هذه الموضوعات في ظل زيادة الإنفاق الدفاعي وما له من أهمية، حتى أن بعض الدول مثل فنزويلا لها تهديدات لغيانا في جنوب أمريكا الجنوبية. وأيضا هناك الكثير من التوترات المختلفة التي يمكن للموازنات الدفاعية والقوة العسكرية الحد منها. هينو اسمح لي فقط استدراج لما تقوله. نعم، منظومة الدفاع الدولي أثبتت فعاليتها كما تقول، أنه لوحظ في السنوات الأخيرة ما ذكرت حضرتك من صراعات، لكن حتى منظومة الدفاع الموجودة سواء في حلف الناتو أو موجودة في الولايات المتحدة لم تمنع أيضا روسيا من الإقدام على العملية العسكرية في أوكرانيا، العقوبات أيضا لم تمنعها من الاستمرار فيها، لم تمنع الصين من التمسك بحقها كما تقول في تايوان. يعني ما أقصده، هل أنتم واثقون من أن هذه المنظومة تثبت فعاليتها فعلا؟ أنا طموح جدا ولدي أمل كبير أن على سبيل المثال بعض المنظمات الدولية مثل حلف الناتو سوف تقوم بردع روسيا من مهاجمة المزيد من البلاد. نعم، أعتقد أن منظمة حلف شمال الأطلسي كان لها القدرة الكبيرة على ردع روسيا، وأنا على يقين تماما أن حتى روسيا في ظل عهد بوتين وفي ظل هذا العدوان أيضا لم يكن يشعر بالخوف من الحجم وقوة الناتو في السابق، ولكن في حالة الصين لقد رأينا الصين تعيد إعادة النظر في التوازن القوى العالمية بما في ذلك اليابان والهند. أيضا أصبحت دول أكثر حليف تحالفا مع الولايات المتحدة. مرة أخرى هناك إعادة نظر للتوازنات للقوى العسكرية في كثير من الأقاليم والمناطق حول العالم، ولكن الولايات المتحدة تحاول تعزيز علاقاتها الثنائية وتعزز منها من أجل الردع المشترك، وأتمنى من خلال هذه الإجراءات يمكن منع المزيد من الحروب. إذا ما نظرنا إلى التاريخ عندما كان الردع
فاشلا أيضا أدى إلى كثير من الصراعات والنزاعات. القوى العسكرية موجودة بالفعل، ولكن عندما تفشل في منع الدول من شن هذه التوترات، أعتقد يصبح أن لدينا حاجة إلى النظر في القوة العسكرية وكيفية تعزيزها. طيب أذهب للسيد إلهام. سيد إلهام، الصين أشارت الشهر الماضي إلى أنها ستزيد من إنفاقها الدفاعي أو العسكري بنسبة 7.2%. ويمكن الصين كما ذكرت حضرتك تأخرت قليلا في مسألة الدفاع العسكري والإنفاق في الدفاع العسكري. ألا تمثل هذه نقطة مثيرة للجدل على اعتبار الصين بلد يسعى إلى النمو التجاري والاقتصادي، وهذه النسبة في الإنفاق الدفاعي أكبر حتى من معدل النمو في الصين؟ طبعا الصين دائما تسعى للتنمية الاقتصادية وأيضا التجارة الدولية، لذلك الصين كانت تساهم كثيرا في ذلك. ولكن بعد مرور الوقت، وخاصة عندما تولى رئيس سابق دونالد ترامب عن المنصب في البيت الأبيض، لاحظت الحكومة الصينية بأن هناك النقص عن الأمن والاستقرار مهما كانت في التجارة الدولية وحتى في المنطقة المجاورة للصين في منطقة آسيا الباسيفيك أو كما تسمها الولايات المتحدة إندي باسيفيك. ولذلك من الممكن أو جزءا من الأسباب لتزايد الإنفاق العسكري أو إنفاق الدفاعي للصين، لأن الصين اضطرت لتكوية القدرات العسكرية لمواجهة التحديدات، وخاصة عندما نتكلم عن السيادة فمثل البحر الصيني الجنوبي وأيضا قضية تايوان، فهناك ترددات أو غموض من قبل الولايات المتحدة تجاه قضية تايوان، وخاصة عندما نتكلم عن الحرب التجارية، فلا نستبعد الاحتمال لتحويل الحرب التجارية إلى الحرب الباردة حتى الحرب الساخنة. لذلك من جانب الحكومة الصينية من اللازم التجهيز لمواجهة هذه التهديدات. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للصين حتى الآن هناك السياسة الدفاعية للصين غير هجومي، لذلك يعني لم نجد هناك قواعد عسكرية صينية إلا بجيبوتي. هناك قواعد عسكرية صينية طبعا بالتعاون مع الحكومة الجيبوتي. وبالإضافة إلى ذلك، عندما نتكلم عن نشر القوات العسكرية الصينية خارج الصين ففقط في المناطق المحدودة، فعندما نتكلم عن ما يسمى بتحديد الصين نتكلم عن تعزيز القدرة الصينية العسكرية بالداخل الصين بشكل عام. ولكن نتساءل عن السؤال، عندما نتكلم أو تتكلم الحكومة الصينية عن تهديدات الولايات المتحدة، نتكلم عن اقتراب تقريبا يعني عشرات القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة المحيطة بالصين، وأيضا نتكلم عن مرور عشرات من السفن الحربية الأمريكية بالمناطق البحرية المحيطة بالصين. ففي ذلك الحين الصين الآن تتمسك بسياسة الدفاع، الدفاع عن النفس، ولديها سياسة الدفاع مستقلة، ولم نرى أن هناك حرب تجاه الدول الأخرى حتى الآن منذ تأسيس الجمهورية الصين الشعبية. ولكن كما قلت قبل قليل، الصين اضطرت كما لاحظت في زيادة الانفاق العسكرية والدفاعية، وخاصة عندما نتكلم عن امتلاك لثلاث حاملات طيران وأيضا امتلاك لتكنولوجيا عالية الجودة من المجال العسكري. طيب أعود لي السيدة إيرينا تسوكرمان هذه المرة. سيدة إيرينا، هل أثبتت منظومة الإنفاق الدفاعي فعاليتها في رأيك في ردع أو وقف أي صراعات حدثت طوال الثلاث سنوات الماضية؟
حسنا، إن زيادة الميزانية الدفاعية لم تكن أداة للردع. الموازنة الدفاعية وزيادتها كانت أداة للهجوم وتنفيذ العمليات الهجومية بشكل أساسي، ولكن وفقا للأبحاث رأينا كيف أن ألمانيا تحاول الحفاظ على قوتها العسكرية من أجل الردع، ولكن لا يتعلق الأمر بزيادة الإنفاق الدفاعي فقط، ولكن لابد أن تكون هناك الكثير من الاستراتيجيات بشأن استخدام منظومات التسليح في هذه السياقات الخاصة بالمواجهة والصدامات. نعم بالطبع هناك زيادة في حجم الإنفاق الدفاعي، ولكن بدون إرادة سياسية وبدون تخطيط استراتيجي جيد لن يكون لها فاعلية، ولن يتم تعريفها كأداة للردع، ولكن لابد أن تكون هناك الكثير من الأبحاث الخاصة بكيفية نشر واستخدام هذه الميزانيات الجديدة. فيما يتعلق بالصراع الأوكراني على سبيل المثال، رأينا هناك تحولات كثيرة، وأيضا في البحر الأحمر، وفقا للتفاعلات الكثيرة في البحر الأحمر أيضا هذه إحدى الدلالات على هذا الأمر. الأمر لا يتعلق فقط بالأموال، ولكن كيفية اتخاذ القرار النهائي هو الأكثر أهمية. نعم، أعود للدكتور أحمد مرة أخرى. دكتور أحمد، منذ قليل يمكن أشارنا في خلال هذا النقاش إلى الزيارة اللي قام بها وزير أو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ولقاءه مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ في قاعدة للناتو في بولندا. من ضمن التصريحات اللي خرجت من ريشي سوناك في هذه المقابلة أنه الإنفاق الدفاعي في المملكة سيتخذ وضع أو وضعه أو سيتم وضعه على أساس الحرب، وأحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أننا نحتاج إلى مخزونات أعمق من الذخائر وأن نتمكن من صناعتها بسرعة أكبر. ما رأيك في هذه التصريحات وحذو الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو مؤخرا؟ أنا في اعتقادي إيمان أن هناك أسباب استراتيجية وأسباب اقتصادية وراء هذا التوجه البريطاني بزيادة الإنفاق العسكري. يعني بريطانيا أولا هي إحدى الدول المهمة المصنعة للأسلحة، وبالتالي هناك مصلحة بريطانية فيما يتعلق بالإنفاق العسكري سواء على التصنيع أو زيادة مبيعاتها للأسلحة. وأنا في اعتقادي أن جزء من الحرب الروسية الأوكرانية والدعم الغربي والدعم الأمريكي والدعم البريطاني تحديدا الذي يتماهى مع الجانب الأمريكي هو فيما يتعلق بعسكرة هذه المنطقة ودفع الدول الأوروبية الأخرى إلى زيادة الإنفاق العسكري وزيادة ميزانية الإنفاق إلى أكثر من 2% من حجم الناتج. هذا له سيساهم أيضا فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية البريطانية فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، وهو نفس الحال أيضا في بريطانيا. وبالتالي هنا إذا كانت شعار هذه الدول في ظاهرها الرحمة الدفاع عن أوكرانيا ضد ما تعتبره التهديدات الروسية والتدخل العسكري الروسي، إلا أن في بطنها العذاب. يعني لا يهم أوكرانيا حقيقة تستخدم كأداة فيما يتعلق بإثارة التهديدات وتضخيم التهديد الروسي والإصرار على افتعال أزمات. توسع حلف الناتو واستفاد من هذه العسكرة وأصبح أكثر قوة وتماسكا، انضمت إليه دول جديدة مثل فنلندا والسويد، زادت ميزانيات دول شرق أوروبا ودول الدول الإسكندنافية. كل هذا بالطبع يصب في مصلحة الدول المؤثرة والتي تقود النظام الدولي. وبالتالي زيارة ريشي سوناك هي دلالة على فكرة العسكرة والتوجه نحو الجانب العسكري. وهنا بلغة الأرقام، يعني أمريكا والصين وروسيا يعني تستحوذ على 50% من الإنفاق العسكري العالمي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الصراع أكبر صراع استراتيجي على النظام الدولي ما بين الأحادية القطبية الأمريكية وأنا. في الاعتبار أيضا دكتور أحمد أن هذه الزيارة جاءت بعد يوم تقريبا من الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة اللي ستقدم إلى الكونغرس إلى أوكرانيا من الكونغرس، يعني الكونغرس وافق عليها أخيرا بعد مدة تقريبا 6 أشهر. أنا في اعتقادي هذا الدعم العسكري لأوكرانيا ليس المقصود منه انتصار أوكرانيا على روسيا. هم يدركون جيدا أنه يستحيل هزيمة روسيا في أوكرانيا. روسيا ثاني أكبر قوة عسكرية، هي لديها أسلحة استراتيجية تتفوق حتى دول الناتو وتتفوق أمريكا، خاصة في الصواريخ الفرط الصوتية وغيرها. وبالتالي الهدف الاستراتيجي هو من الجانب الأمريكي والجانب البريطاني هو استمرار أمد الحرب، يعني سيارة حالة اللا حسم العسكري، استنزاف روسيا، إفشالها في تحقيق أهدافها. وبالتالي هذا جزء يسمى الانهاك إحدى القوى الكبرى وتضحيتها من سباق الصراع على النظام الدولي. تبقى الصين وهناك محاولة لاستدراج
إدراج الصين إلى هذا الفخ من خلال النفخ في أزمة تايوان، من خلال إثارة التهديدات الصينية فيما يتعلق بدول مثل اليابان واستراليا وكوريا الجنوبية والهند وتحالف كواد وتحالف اتفاقية أوكوس وغيرها. كل هذا بيعكس أن هناك محرك حقيقي لزيادة هذا السباق التسلح للنفاق العسكري. هناك أهداف اقتصادية، أهداف استراتيجية خاصة بمحاولة أمريكا الهيمنة والاستمرار في الهيمنة على النظام الدولي. هناك أهداف اقتصادية بتتعلق بتنشيط مبيعات الأسلحة في دول مختلفة. جزء أذهب بهذه النقطة تحديدا لأنه كنت أريد طرحها على السيد هينو كلينك. الافتراضات أو الاتهامات دائما للولايات المتحدة بأنها تريد الهيمنة وربما توجه انتقادات إلى الدول التي تنفق عسكريا ودفاعيا على جيوشها، في حين أنها الفارق بينها وبين المركز الثاني اللي هو الصين كبير للغاية. يعني هي أكبر دولة تنفق بشكل واضح وعلني على الدفاع وتريد الهيمنة على باقي الدول. ما رأيك في هذا الافتراض أو الاتهامات؟ دائما ما يكون هناك كثير من الانتقادات والافتراضات الموجهة ضد الولايات المتحدة. أود أن أقول لكم لأحد من جانب أحد الأشخاص الذين عاشوا في الصين لمدار 7 أعوام، أعتقد أن هناك بالطبع الكثير من الاتهامات المقدمة ضد بكين أيضا، ولكن يمكن أن ننظر من وجهة نظر مختلفة عسكرية. إن الموازنة الدفاعية التي زادت بشكل كبير على مدار الأعوام الماضية، أيضا كان هناك إنفاق كبير من جانب الصين أيضا. معظم المراقبين الدوليين يؤكدون هذه المعلومات. لكن السيد إلهام لي أشار لنقطة غاية في الأهمية سيد هينو، النقطة المتعلقة بالفترة الرئاسية للرئيس ترامب. الرئيس ترامب عدو الأول هو الصين، وكان هذا واضح من الإجراءات التعسفية التي قام بها، وربما كان في حرب متبادلة بين البلدين، هذا دفع الصين إلى أخذ احتياطاتها وزيادة إنفاقها الدفاعي. لم أستمع إلى الفترة الجزء الأخير. أود أن أقول على أي حال أن فترة الرئيس ترامب والاستراتيجية في ذلك العهد وأيضا خلال عام 2018 كان واضحا تماما أن الصين كانت هي العدو الأول للولايات المتحدة في كثير من الجوانب. الموازنة الدفاعية الصينية زادت بشكل ملحوظ منذ الألفينات حتى الآن، ولكن هناك كثير من الأسباب، والصين كان لها كثير من الإجراءات العدائية ضد الكثير من دول الجوار لها أيضا، وبسبب العدائيات والتوترات على أراضي لدول ذات سيادة. فبالتالي يمكن أن ننظر إلى التصرفات الصينية التي تسببت في الكثير من المخاوف ليس فقط للولايات المتحدة ولكن لكثير من دول الإندو باسيفيك. وبالطبع يمكن أن ننظر إلى الاقتصاد الصيني كأحد الأدوات لقوة الصين حول العالم. وبالتالي فإن الصين في حقيقة الأمر هي عامل أساسي ليس في حسابات الولايات المتحدة الاستراتيجية، ولكنها أصبحت مصدر تهديد كبير في آسيا وحول العالم أيضا. هذه نقطة سأذهب بها للسيد إلهام لي لأن حضرتك ذكرتها أكثر من مرة في حديثك. سيد إلهام، التهديدات التي تمثلها الصين أو بعض التحرشات التي تقوم بها كما يعني يتهمها الغرب لدول في آسيا ليس فقط في الدول الصديقة للولايات المتحدة، ما رأيك في هذه الاتهامات؟ وكيف تنظر الصين إلى التفاعلات ما بين دول محيطة بها وحليف استراتيجي ورئيسي يقوم بتدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، أضرب بعض الأمثلة. أول شيء، كان هناك خلافات بين الصين وكوريا الجنوبية، ولكن كان الحل بشكل سلمي وبشكل سياسي على وشك حل هذه المشكلة، لكن بعد تدخل الجانب الأمريكي وبعد نشر نظام الدفاع الجوي لسات الأمر أصبح معقدا. وبعدين كان هناك الخلافات بين الصين واليابان حول بحر الصين الشرقي، ولكن على وشك حل هذه المشكلة بالصين وباليابان بشكل ثنائي، ولكن بعد تدخل الجانب الأمريكي الأمر أصبح معقدا. والآن كان هناك حل
أو كان هناك الحل المؤقت لموضوع بحر الصين الجنوبي بين الصين وفلبين في الرئيس السابق أكينو، ولكن بعد تدخل الولايات المتحدة واليابان أصبح الموضوع معقدا. لذلك إذا هناك تحديد الصين، أنا وافق على ضيفنا من القاهرة دكتور أحمد بأن هذا تحديد ليس تجاه الأمن والاستقرار والسلام العالمي والدولي، وأن التحديد للحيمنة الأمريكية والحيمنة العالم الغربي. وهذا تحديد أرى أنه ممكن قد يكون مرحب من قبل الدول الناشئة، لأن هذا ما يسمى بتحديد سيساهم في إعادة التوازن النظام الدولي، وخاصة لإصلاح النظام الدولي لمتعددة الأقطاب وليس قطب واحد. طيب أذهب للسيدة إيرينا. السيدة إيرينا، رأيك في 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 هذا ربما الجدال المستمر دائما بشأن مسألة الإنفاق الدفاعي والسبب الرئيسي في الإنفاق الدفاعي؟ كما ذكر السيد إلهام، الصين كانت على وشك أن تحل أمورها مع دول الجوار، لكن تدخل الولايات المتحدة ربما عقد الموقف كثيرا. ما رأيك في هذا الأمر؟ في حقيقة الأمر هناك الكثير من المخاوف بشأن القوة العسكرية، وأيضا الأمر الذي يتعلق بأن الصين تستخدم قوتها الاقتصادية وقوتها العسكرية من أجل ممارسة أعمال البلطجة في المنطقة والتأثير على مصالح الدول الجوار. لا يمكن أن تسكت الولايات المتحدة عن هذا الأمر، وبالتالي لا يعطينا أي خيار أمام هذه الإجراءات العدوانية من جانب الصين. فبالتالي الولايات المتحدة والصين بشكل أساسي لديهم كثير من الخلافات بشأن التفاعلات مع دول الجوار، أيضا فيما يتعلق بالشراكات والاستثمارات هناك الكثير من الفوارق. الصين ترغب في أن تبني طريقا موحدا، وأيضا لتكون هي المهيمن الأساسي وذو السلطة الأساسية في الكثير من القطاعات، ولا سيما القطاع الاقتصادي، مع الوضع في الاعتبار الكثير من الهيمنة السياسية من جانب الصين، وأيضا ترغب في مد نفوذها من خلال السيطرة على المواد الأساسية والمواد الخام من خلال بعض المبادرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على كثير من الدول. فبالتالي نعم، هناك الكثير من التهديدات أمام دول الجوار للصين، والتي لا تعطيها الكثير من الخيارات إلا أن تتحالف مع كثير من الدول الأخرى وتسعى إلى التعاون مع بعض الدول الكبرى الأخرى. فبالتالي أعتقد أن هذه الدول ليس أمامها أي خيار إلا حل مشاكلها بالطرق التي تناسبها، ومن أجل أن تحد من أي توترات مع جانب الصين أو أي تهديدات ناشئة عن الصين. وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، هناك الكثير من الدول التي تحاول الحفاظ على التوازن في العلاقات مع الغرب والصين. وضحت هذه الفكرة، وشكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لجميع ضيوفي الكرام في هذه الحلقة في هذا النقاش. من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، من واشنطن هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، من دبي إلهام لي، الباحث في العلوم السياسية، وأخيرا من نيويورك رينا تسوكرمان، الباحثة المتخصصة في الشؤون الدولية. شكرا لكم. إذا كنا معكم، وهذا النقاش حول ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في العام الماضي وانعكاسات هذا أو سباق التسلح دوليا على التوترات الراهنة. غدا حلقة جديدة، موضوع آخر مطروح للنقاش. كنت معكم إيمان الحويزي، وإلى اللقاء.